انطلق الشوط يا سيدات والسادة على بطولة السرعة لمسافة 1100 متر بمشاركة عدد من الجياد العربية الأصيلة. 13 من الجياد تي ام ريجان هنا على المركز الأول للسيد تي ام أبناء محمد الأنصاري في المركز الأول سليم غلام. شاهد المركز الثاني الجواد اللي يظهر معنا الوسمية لمحمد بن علي العطية في المركز الثاني. هنا نشاهد الانطلاق للمركز الثاني محاولة لمربط اللي هو الجريان اي جي اس قاهر محاولات لخطف الصدارة على المركز الثاني بقوة في الكأس ونهاية هذا الشوط. هنا الشحنية قادمة بكل قوة عراب فعلا أيها السيدة والسادة. سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني هنا الغزالي يظهر معنا على الشاشة يا سيدة والسادة وانتصار بالمركز الأول. مبروك أبو محمد هذا الانتصار الرائع والجميل والمبروك لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني انتصار الجواد عراب الذي ينحدر من ثلاث عامر ذو عمر 6 سنوات. هنا الصورة التذكارية تؤخذ للشحنية والطاقم مربط الشحنية لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني وجاسم الغزالي للمدرب الذي قاد هذا الجواد درب هذا الجواد. ألف مبروك لجاسم الغزالي مبروك لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني هذا الانتصار.